هاتفيا انضم لنا الدكتور ايمن رقب القيادي بحركه فتح واستاذ العلوم السياسيه في جامعه القدس. ارحب بك دكتور ايمن. تحياتي لك اخ محمد ولكل الساده المستمعين. اهلا بك دكتور ايمن، اهلا بك. 15 عاما مرت وهي المره الاولى التي يصوت الناخبون الفلسطينيون في الضفه الغربيه، ما هو المنتظر من هذه الانتخابات؟ يعني كما هو معلوم ان هذه الانتخابات هي انتخابات للمحليات، يعني معلومه على كما ذكرتم في التقرير لك على الهامش ان اجمالي المحليات قرابه 415 محليه، وبلده قطاع غزه اللي يفرق فقط عدد السكان 300,000 هو فقط 25 بلديه ومحليه، وهي طبعا تقسيمه جغرافيه ظالم، ولكن هذا هو الموجود في الاراضي الفلسطينيه نتيجه زياده عدد القرى بشكل كبير جدا في الضفه الغربيه. كما اشرتم خلال تقريركم ان هذه الانتخابات قاطعتها حماس وقوى سياسيه اخرى بصراحه، وذلك لانهم لا يريدون ان تكون انتخابات محليه بالعاده، لان الانتخابات المحليه في غزه تشهد منافسه سياسيه وكذلك في المدن الكبرى، لكن في القرى والنزوع يعني تقترب الى شكل العائلات، ويعني في جزء من المحليات ستجد عائله واحده تتنافس مع عائله اخرى ليس الا، وبالتالي قد تجد ايضا قائمه من عائله واحده، وهذا ما حصل حتى هذه اللحظه انه في عائلات في بعض القرى والنزوع لم يتقدم لها طبعا اي مرشح، وقوائم اخرى فقط قائمه واحده، وما يجري هو على اقل من نصف المحليات التي يجب ان تجرى بها الانتخابات. تاخذ شكل هذه الانتخابات هو شكل عشاري، لانه في النهايه هذه يعني مؤسسات خدماتيه ليس الا، لا تحمل الوجه المنافس السياسي. نحن كنا نحلم فلسطينيا ان يصبح كل ذلك نجاح العمليه الديمقراطيه التي عطلت بسبب عدم اجراء السماح لاجراء الانتخابات في مدينه القدس بناء على قرار رئيس السلطه ابو مازن في ابريل الماضي، وبالتالي فقد الحلم. نسبة المشاركة يعني مش متوقع أن يعني أن تتجاوز 60%، قد تقترب إلى 50-55% ليس إلا، وذلك كما أشرنا أنه ليس الدوافع هناك سياسية، دوافع اجتماعية ليس إلا في هذه المشاركة. حتى موعد الجولة القادمة للانتخابات اللي قد تكون في مارس أو الدفعة الثانية مرحلة الانتخابات في مارس، أنا أعتقد أيضا غزة لن تشارك وحماس لن تشارك، قد تشارك حماس في بعض المدن الكبرى إن رأت أن ذلك مناسب في الضفة الغربية، ولكنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة لأنها لها موقف في هذا الأمر وأعلنت عنه بشكل واضح أنها تريد أن يكون هناك رزمة ديمقراطية كاملة، مجلس تشريع، مجلس وطني، رئاسة، والمحليات تأتي على الهامش. حتى مجالس الطلب في غزة معطلة بشكل كامل، يعني الحياة الديمقراطية في غزة قد تكون انتهت بشكل كامل، ورغم كل ذلك لا زال هناك أمل أن يفضي ذلك. كنا نتمنى أن تكون قبل أن نصل إلى هذه الانتخابات المحليات، وأن لا تحدث هذه الانتخابات بصراحة تعميقا للانقسام الفلسطيني كما جرى الصارخ من مرحلة تراشق إعلامي بين الفرقاء الأساسيين وصناع القرار للأسف في الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا الدكتور أيمن رقب القيادي بحركة فتح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، كنت معي هاتفياً.